السلام عليكم يا شباب. النهاردة انا عايز اكلمكم عن كام لغز كده في عالم الفيزياء. اول حاجة معانا الطاقة المظلمة. على الرغم من ان الجاذبية بتسحب نسيج الزمكان لجوه، الا ان هو بيستمر بالتوسع اسرع واسرع بكتير، وعلشان كده علماء الفلك علشان يفسروا الحتة دي اقترحوا وجود حاجة غير مرئية بتبقى عكس الجاذبية وفي نفس الوقت هي اللي بتساعد في التوسع ده، سموها الطاقة المظلمة. والنموذج الأكثر قبولا للطاقة المظلمة بيقول إنها سابق كوني وفي نفس الوقت الضغط بتاعها بالسالب، وهو ده اللي بيؤدي لتوسع الكون، ومع توسع الفضاء بتنشئ طاقة مظلمة أكتر. لقى العلماء إن معدل التوسع لمجموعة الطاقة المظلمة حوالي 70% من الكون كله، لكن محدش لحد دلوقتي يعرف كيفية البحث عنها. هو لحد دلوقتي في بعض الدلائل عنها، علشان كده هم بيقللوا المساحات اللي بيبحثوا فيها علشان يلاقوها. تاني حاجة معانا المادة المظلمة. لقى العلماء ان 84% من المادة الموجودة في الكون ولا بتمتص ولا بتشع اي ضوء، علشان كده سموها المادة المظلمة، وبيستدلوا على وجودها وخصائصها من المادة المرئية والاشعاع وبنية الكون. وفي حاليا كواشف في جميع انحاء العالم علشان يبحثوا عنها. وفي دراسة جديدة بتقترح ان المادة المظلمة بتشكل تيارات بتنتشر في الكون كله، وبتمتد التيارات دي لخارج الارض بشكل شبه الشعر كده. تالت حاجة معانا سهم الزمن. من المعروف ان الزمن طبعا بيقفز لقدام، وده بسبب خاصية اسمها الانتروبيا، والخاصية دي معناها ان مستوى الاضطراب بيزيد ومفيش اي حاجة علشان تعكس الزيادة في الانتروبيا بعد ما تحصل، وهي مسألة منطقية لان في كتير جدا من الترتيبات الفوضوية للجسيمات بالمقارنة بالترتيبات المنظمة. لكن السؤال المهم، ليه الانتروبيا كانت منخفضة قوي زمان؟ رابع حاجة معانا الاكوان المتوازية. بتشير بيانات الفيزياء الفلكية ان الزمكان ممكن يكون مسطح مش منحنى، لكن هو مستمر للأبد. ولو ده صح فالمنطقة اللي بنشوفها بالتلسكوبات هي عبارة عن جزء من أكوان تانية كتير. في نفس الوقت بتشير مبادئ ميكانيكا الكم ان في عدد محدود من تكوين الجسيمات الممكنة جوه كل جزيء كوني، علشان كده بوجود عدد لنهائي من الأجزاء الكونية فترتيبات الجسيمات اللي جواها بتكرر نفسها بشكل لا نهائي. خامس حاجة معانا، ليه المادة اللي موجودة أكتر من المادة المضادة؟ بيفتكر المرء اللي هو الناس العادية اللي زينا ان الكون بيعامل المادة والمادة المضادة زي بعض. من ايام الانفجار العظيم اكيد في كميات متساوية من المادة والمادة المضادة، لكن لو ده حصل هيحصل تدمير كامل بين البروتونات والبروتونات المضادة، الالكترونات والالكترونات المضادة، وهكذا. بتأكد بها احدث الدراسات المتعلقة بالمادة والمادة المضادة اللي تم الاعلان عنها في اغسطس سنة 2015 ان في واحدة فيهم كانت مغايرة للتانية، وده مش هيساعد نهائي علشان نفهم ليه المادة اللي موجودة كانت اكتر من المادة المضادة. سادس حاجة معانا، ايه هو مصير الكون؟ بيعتمد مصير الكون بشكل اساسي على عامل له قيمة كده سموه اوميجا، وهو مقياس كثافة المادة والطاقة في الكون. ولو العامل ده اكبر من واحد فده معناه ان الزمكان على شكل كورة، اللي هو اقصد هنا الاوميجا. ولو المعامل ده اللي هو الاوميجا اقل من واحد فده معناه ان الفضاء على شكل سرج القصوم. طيب لو بيساوي واحد ده معناه ان الفضاء مسطح كده وممتد الى ما لا نهاية في جميع الاتجاهات. سابع حاجة معانا، انهيار الدالة الموجية. في عالم الالكترونات والفوتونات والجسيمات الاساسية التانية اللي هو عالم قوانين ميكانيكا الكم، الجسيمات هنا ما بتتصرفش زي كرات صغيرة، لا هي بتتصرف على ان هي موجات بتنتشر في مساحات كتير كبيرة جدا، فبيوصفوا كل جسيم بالدالة الموجية او التوزيع الاحتمالي، وده اللي بيفسر بعض الخصائص زي مثلا موقعه سرعته، لكن ما بيحددش ماهية الخصائص دي. والجسيم ليه مجموعة من القيم بتمثل كل الخصائص بتاعته حتى لحظة اجراء القياس التجريبي، وبعدها بتنهار الدالة الموجية للجسيم وبتاخد موقع جديد. تامن حاجة معانا، هل نظرية الاوتار صحيحة اللي انا اتكلمت عنها قبل كده؟ بيفترض علماء الفيزياء ان الجسيمات الاولية كان ليها بعد واحد، فزي ما قلتلكوا قبل كده ان نظرية الاوتار بتعمل جسر كده بين قوانين الكم والنسبية العامة، زائد ان هي بتوحد القوى الاربعة الموجودة في الكون اللي هو الكهرومغناطيسية والجاذبية والنووية الضعيفة والنووية القوية. لكن المشكلة ان نظرية الاوتار بتفترض ان الكون عبارة عن 10 ابعاد زائد طبعا الزمن فبيبقوا 11 بعد.
3 منهم مكانية كبيرة و7 منهم مكانية مخصوصة، وطبعا اللي هو الاخير اللي هو البعد الزمني. لكن مع الاسف لحد دلوقتي مفيش اي حاجه بتسمح ان احنا نعمل تجربه تجريبيه علشان نختبر النظريه دي. اخر حاجه معانا، هل في نظام في الفوضى؟ علماء الفيزياء ما قدروش يحلوا المعادلات اللي بتوصف حركه الموائع بدقه، زي مثلا الميه والهواء واي مشروبات تانيه. محدش يعرف اذا كان حل معادلات نيفر ستوكس موجوده ولا لا، او حاجه مثلا بتوصف السوائل في كل مكان. علشان كده طبيعة الفوضى مش مفهومة قوي. لحد هنا خلصت حلقتنا، ياريت اكون وصلت لكم المعلومات بشكل مبسط. المصادر طبعا هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.